طول ما امك عايشه انت حاسس ان ظهرك مسدود، انت حاسس ان انت متامن، انت حاسس ان عندك حضن لو حصل لك اي حاجه تجري وتترمي فيه وتعيط ويدفيك ويطبطب عليك بدون مصلحه ولا فائده ولا بزنس ولا اغراض ولا اي حاجه. حب في حب، حب سك. ويا رب يا رب كل واحد يعرف قيمة أمه، ويا رب كل واحد يلحق يوصل لأمه إنه بيحبها. الأمهات اللي على قيد الحياة نعمة كبيرة من ربنا، وأنا مش بأفور لما بقول كبيرة كده، مش فيلم يعني، لا لا بجد كبيرة. ولو في وقت ممكن أقول كبيرة دي لثلاث أيام قدام. ليه نعمة كبيرة؟ لأنه أولا طول ما أمك عايشة انت حاسس ان ظهرك مسدود، انت حاسس ان انت متأمن، انت حاسس ان عندك حضن لو حصل لك اي حاجة تجري وتترمي فيه وتعيط ويدفيك ويطبطب عليك بدون مصلحة ولا فائدة ولا بزنس ولا اغراض ولا اي حاجة. حب في حب، حب سك. وطول ما امك عايشة انت في حنفية البركة شغالة، حنفية البركة، ايوة حنفية البركة. وطول ما امك عايشه انت في حنفيه البركه شغاله، حنفيه البركه، ايوه حنفيه البركه. ماشي يا حب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وشكر الله سعيكم جميعا. فضل الله وكرمه وكرمه لله. ورحمه الله وبركاته. الله يصوف عليهم ولدان نخل إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت يا أمي، ويا أحلى حاجة في حياتي والبركة في الدعاء. لكن طول الوقت أنت عارف أنا بحبك وبحترمك وعارف قيمتك، وربنا يخليكي ليا ويخلي دعاكي ليا مالي دنيتي بركة.